بالداخل والخارج اننا صامدون صمود الجبال على مشارف شقرة والقرن الكلاشي، وبإذن الله اننا منتصرين. وان هذه رسالتنا الى ميليشيات الاصلاح الارهابية وقائدها علي محسن الاحمر، باننا سوف ندعرهم الى اوكارهم الامارب باذن الله. وعهدنا لشهداء الجنوب وقائدنا الحر ابو اليمامة رحمة الله عليه، بالروح والدم نبديك يا جنوب، بالروح والدم نبديك يا جنوب، بالروح والدم نبديك يا جنوب، بالروح والدم.